بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وحن قاضنين درسي وقهريي أسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم سبي أنهري أصوات المانيبا. نبي محمد صلى الله عليه وسلم انت رب قلقي أوردن أسكا وقوناكسن وقفي عن وقنا فضل بضن سيرة سئنا برانانا هري وحن وحير أصوات الماني إني شرف وين أنا قناتهاي. نبيك أبيه عبد الله ابن عبد المطلب أيا لي رهذا هو يذي نشينا وآمنة بنت وهب أي مركا أهيد. نبيك صلى الله عليه وسلم وحلق ضلي حفظ بني هاشم أمك كتالا وحالة الماما إن كستو وحيابك لنا لغسي تلمامو إن لدالي صبح السنينات بش موليك أي دهان صومالي ذا أما الربيع الأولنا أي لبقية طوان مركا أهيد أغوالك لنا مركا ويجيران. رسولك صلى الله عليه وسلم أبيه ما أركن أو أساق أو علوشه يذي كجراء أيو أبيه لنتي سيد إلهي تلماميبا سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. مر الله لمركي أوت الشي رسولك هو يذي وحي أذيك أدرتيبا ليري أووغي عبد المطلب أصغن فرحت درادد انتو صو عرري أيو عنوغي يراسو قاضي وحقونا لقليبا ليري كعبضا إلهي بو بريي وكشكريي وحونا أبحيي مقع الله مقع عبا محمد وأنهري عربت الله أقانين وحو قذي مالنتي تضبات سيد أي عربت سمين جرين أوكال. رسولك صلى الله عليه وسلم دلشذي ساس وحي أهيت دلش آد الله فرحوه خير إيوانك فربضانا أدونك أو كسو بيري سندك أو رشينا وحلق ومقعابي جيري أما أو كبقنا عام الفيل وحلقي مروذي أشا أي كعبضو مركاسو ويرارين. سنصوت الماني رسولك صلى الله عليه وسلم هو يدي وآمنة بنتي وهبيني مر الله لمركي أي رشي فرحضا إيرين رينتا أي مركا هلين. قفك أجوه ريجي إنو جيي هو يذي بي مركا أهيد وحاكال أو كوحي غيبا ليري ورسولك نوجيسي قبض اللقم عابو ثبايبا ومولاد أبي له مركا أهيد عانا عويل أيضو أيضا شيء ومصروح ليرهدو أيا عاني إسلام تانا وينوجيسي. نبيك صلى الله عليه وسلم دادك نوجي أم هو يويك نوجيي ضربي غارايين حليمة السعدية أو قصة ديرات أيضنا وينو إمان دونتا قصة ديذا يسيد أي مركة النوجيسي نبيك صلى الله عليه وسلم إلين عربتو وحيئات أحيسين جيرين وأي جعلان جيرين إن أولادو ذا أي النوجيين هو يويك بادية ولبجوغة رمغال كميا إلى الرمجال وأرنا حال الدودة باديها عانها سافقة لغا هلا وحال لغا هلا لقضة مدى الرمتاء لقضها هذا صوب حي مغال هذا لغا يقانه إيقا وريجي إيو قا إيقا سي إيو إيقو آدي إيو كان إيال إيو كان أنقرد عيا إيو لغا ما يقانه ماشا وحال لغو هدلا يا هذا الكم مدك أغو فيعن أغو فسحسن باديو ينكا أي مركا لغا هدلا. مركا رسولك صلى الله عليه وسلم وحاكلو نوجيسي
جبت لقوم مجعابه حليمة السعدية. حليمة السعدية نوجنت أي نوجسي قصة أي مركا كجرتي. دمر كوي إيمان جرين مجالوينك. مر الله لا مر كي طور دمر أي مدين مكة. أيق أورادين أي علم أي نوجيان. أي مر الله لا مر كلا ذهب عنو كان أقان وعي. ولا قتجي جري. عنو كان وأقان ولا سكدا في جري. مر كي دم بحليمة. وح قصه هري أي ويسي إلا محمد ما هني ويسك قاضتي بركة فربضن بإلهي يا سبحانه وتعالى ضمير كذي أعجفأها أسوس عنكرين أسوس عنوايي أقلب قصه قلي حافدي أي كي مذين أرد أرد بو نقضي مدآدي أتوديريا حول هذي وحي النقضين حولها كالي كوك الضغسي مفي عن كنعان بضن نبي صلى الله عليه وسلم ونبي محمد مر الله لمركي أي نوجسي ويلكي ولالكي أها إناس كلنوغا يينا واسيحذين هردو أي مركا لدعين حليم السعدية أدب أجعلاتي وحي ديدي إن محمد لغا كحيو ومركا لغا وضو إن عنو كان يريزك إيه علامات كي أماراتك في عن أي كو أرقتي إني ديب أيهو يدي أغسو عليسو نفتاسين ويسي محمد وكبعي وحير وبرباري ولاليه ناسك كل لنوغي أيو أريغ لرع راعي جري وآذي جري مر مرك كميت أهنا وحي أركين باليري لبنين أوردر عطعط أهوطا إنتي أوي ماذين أي محمد لقدين لابتنا أي كجيحين لابتنا أي كجيحين إنت كدبنا هو يذي إنتي بقضي أي صوك حيسي وحي أكنتي باليري معنا حليم سعدي إنتي صوك حيسي يا وحي أكنتي هو يذي مرنا واتي كعصتي إن لو مدد لو كرديو لكن مركي دمدي وي أسو عليسي رسولك صلى الله عليه وسلم هو يذي وحا أي لمطي أصغى أو لحجر لحجر مركي أو غارينا وي لمطي آمين آمين مركي لمطي وحا سفي عن قعنت أغو قبطي نينك لغو مغا عابو عبد المطلب وأووغي أها أوجينا وحا أودنتي رسولك أسيد جرء نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد جر مركو أها أبانا ملاهين هوينا ملاهين أونا ملاهين ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بويري إلى مركو قرآنك كسو دجيي أضو أغون سوكو مهنين سوكو مصادو من أضو ضال أهسوكو مهنين أو سوكو مهنونين أضو عير أهو فقير سوكو مهنين أو كمديقين أغون نموات سو أركتي أغون نموات سو ددمي سي سيديد سانا آب اللعان هو يلعان أولا أن أياد صومرتي أغونتا حديبين فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر متك وحتوك صنايا إوحكو يديستنا هسجرينين ها عنانانين ها وحضلحن ها كدهين أغونتا نصا أردق علي أذا أغون أهاي رسولك صلى الله عليه وسلم أبوغي مركي أردنتي وحالسو وريغي أذيركي أبي طالب أبي طالب أيو لنولا إلا النبي أو كنقضه إلا إله سبحانه وتعالى أو كصدر أبي طالب وحو أجعل ضي جعل آدي آد أضرا وحو آدي آد إلهي أو إلهامي أبي طالب رسولك حنان انتيسة وناج انتيسة إنو آدي آد أكراميه إنو كر أقاضه إنو ماموسه إنو إلميهيس كدر بضه هدي قول لورده أبي طالب إلمه صلى الله ما أقولين من اسم كفر لسنجرين لكن محمد مركوس صعده أو كفر لسي إلمه كعريان داية أيو ديه جري شأن أي عنو كان أسقنا ضي أرنبا عنو كان أسقنا طي أبي طالب أدب أجعل ضي حنانين في عنا
وأسميي مرك قبل كميت أنا وحوك حنجري شام تجارة وآذايو أي مرك لك حنجري علماء المفسرين توجد كظالا فهدا وحيابها أي كفصيران إني كمتهاي وحيابها أي كفصيران إني كمتهاي إنه مر راعي أبو أذيركي أبي طالب شام وراعي كان دومي مر الله لمركي لو سو هلي وحا سو هلي نينك لوغو مغعاب ابي جهل ابي جهل با انتو سو كخيهي مركو غدال فديسيانا اوركيسا ما سوده مركو انتو سو قاده هوري سو فديسيانا اوركيسو دغدغ بو اسونايا ايغا قبابو يرعنو غان ارين عجيب بدن بان كو سو هلي ايان كو سو اركايه xaaladahaana marka waa lagu arkayay rasuulka amaraat ayaa lagu arkayay calaamadooyin wuxuga uu kobcay wuxuga uu weynaaday in yar kadibna wuxuu guda galay inuu ari u raaco reer maka shacabta iyo buuraha ayuu qayb kamid ari ugu raaci jiray qaraatiid iyo xoga sunuud ahna weysiin jireen sallallahu alayhi wa sallam taamay tilmaamaysa xadiidka nabiga uu yiri ma jira nabi illa ari buu soo raacay adigana hatta aniga waan soo raacay buu yiri reer maka ayaan buuraha maka gudahooda ee dhexdhexaadkooda ugu raaci jiray arigooda waxooga sunuud ahna way isiin jireen saasuu markaa rasuulku ahaa sallallahu calayhi wasalam xikmadda ugu fiican ee ugu cajaa'ibta badan ee nebi kasta ari loo soo raaciya maxay tahay waa tababar askariga marka la rabo in furunta la geeyo waa la tababaraa marka la rabo in la ciidamiyey waa la tababaraa biti bal ciyaarsiya wal carsiya cuntada lagu yareeya hurdada dhaqso looga kiciya tababar bay u tahay rusushana waxaa saa loogu raacsiiyey ariga waxaa la rabaa inay tababar u noqoto waayo bini aadam baa la rabaa in loo diro bini aadam wax ka dhib badan ma jiro ariguna xoolaha kale wuu ka dhib badan yahay inuu bal adkaysto xoogaysto sabarka ku dadaalo sabirka uu barta ariga loo soo raacsiin jiray nebi walba sida ilaah ee rasuulku tilmaamay sallallahu calayhi wasalam haddii arigan ay u adkaystaanna bini aadam way u adkaysan karaan haddii ariga loo adkaysan waayena ma bini aadam baa loo adkaysan karaa qisada haddaan gudaha galnaan arki doonnaa nebiga sallallahu calayhi wasalam mar allaala marka loo diray qoomkiisa sidii qoomamkii hore oo kaleba waxaa loogu jawaabay saaxir baa tahay waxaa loogu jawaabay kaahin baa tahay waxaa loogu jawaabay waxaa tahay majnuun iku markaa waalan waad u jeedaa marka tababarka sababta loo soo siiyey inay tahay hadallada inay u adkaystaan say ariga dhibkiisa ugu soo adkaysteen oo kale nebiga sallallahu calayhi wasalam magaalada waxa uu ka noqday nin aad loo jecel yahay ammaano wuu ku sifoobay run waa uu ku sifoobay dulqaad waa uu ku sifoobay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ugu deeqay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad tahay ama aad ku sugan tahay akhlaaq iyo dabeecad sare oo wanaagsan sida ilaahay uu ku ammaanay nebi muxammed sallallahu calayhi wasalam taariikhdiisu aad bay u qiimo badanta aad bay u macaan tahay aad baa darsi looga qaataa waxyaabo lagu daydo iyo arrimooyin fara badan oo lagu hanuuno ayaa lagu gaaraa rasuulka sallallahu calayhi wasalam dabeecadihiisa nebiga sallallahu calayhi wasalam saasay xaaladiisu ahayd ummaddii oo dhan baa jeclaatay amni baa lagu jeclaaday amiinnimo muxammedkii aaminka ahaa qola u baxsatay muxammedkii sidiiqa ahaa ama saadiqa ahaa qola ula baxday maka oo dhan waxa uu ka noqday nin aad iyo aad u macruuf ah mashhuurka ah wanaag kasta asaga xaggiisa ayaa loo sifayn jiray sallallahu calayhi wasalam nebi muxammed mar allaala markii uu gaaray 25 jir shaqo mucayan ah oo dhallinyaranimadiisii lagu ogaa ma jirin ilaa saan hadda soo tilmaanay ariga uu u raaci jiray maahane waxaa soo maqashay gabar khayr badan fadli badan wanaag badan xoolo badan haddana aad iyo aad u qiimo badan waa gabadha lagu magacaabo khadiijata binti khuwaylid ayaa soo maqashay gabar hantiiley ah ayay ahayd
gabar xoola qabeena ayay ahayd canug yar oo maka ka soo baxay shaab aho dhallinyaro ah aamin ah gabadhuna xoolaheeda rag intay u dhiibato ayaa loogu soo tijaarayn jiray ayaa ganacsi loogu geli jiray waxay maqashay wiilka muxammed ah inuu magaalada joogo akhbaar bay u dirsatay ninka wanaagsan dadku way jeclaadaan qofka dabeecadda fiican dadku way jeclaadaan qofka aaminka dadku way jeclaadaan qofka runta badan dadku way jeclaadaan gabadhii khadiija ah akhba ahayd akhbaar ayay u dirtay rasuulka waana u yimid waxay u sheegatay in ay rabto in uu u soo tijaareeyo xoolaheeda uuna u qaado shaam nebigana talabkii waa ogolaaday sallallahu calayhi wasallam xoolihii ayaa loo dhiibay shaam ayuu uu kacitimay markuu meesha tegay ayaa ilaahay wuxuu u soo fududeeyey ribix ka badan kii ay raggu keeni jireen in marka uu u keenay khadiijo xoolihii mar allaala markay aragtay sida ay yihiin barakada gashay wixii ay keeni jireen ragga laba laabkiisa inuu nebigu keenay maskaxdeeda waxaa soo gashay inay zawj ka dhigato muxamed ibni cabdillaahi ayna u noqoto zawjadiisa xaaladaa bay khadiija ku fakartay ha fakartee maxaa dhacay ha fakartee tallaabo noocee ah ayay khadiija qaaday darsiga labaad ee ku xiga ayaanu ku socodsiin doonnaa haddii rabbiga awoodda leh noo saamaxo balse maanta meesha ha inoo joogto wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaalaa aclam أعلم.